كانت مشاركتي اليوم طبعا في حضور الندوة على العنف الرقمي ضد المرأة. طبعا نحن جزء من الندوة كانت العضوة في منظمتي اللي هي أستاذة أسماء. طبعا كانت مشاركة حلوة بكل، واستفدنا واجد بكل كيف تقدري حماية بيانات التليفون بتاعك وكيف حماية بياناتك بالنسبة للإنترنت، واستفدت بأن مجموعة كانت جلسة حوارية حلوة وجيدة جدا صراحة. بس كان العيب أن الحضور باقي المنظمة كان بعيد، فأغلبية العضوات في المنظمة ما جاوش قدرة، لكن بإذن الله حندير دورة لأعضاء منظمتي كلهم. حنستضيفك طبعا أستاذة، أستاذة أسماء يعطني يدير كيف ما تقولي ندوة التوعية للباقي أعضاء منظمتنا. وبارك الله فيك وشكرا على الاستضافة الحلوة. نشتغل عليها طبعا هي أول حاجة عن طريق التوعية، إن نحن نوعوا الجيل هذا الجديد. وطبعا شنو، أنا كرئيس منظمة جني حالات واجد، في حالات واجد تعرضة للعنف الرقمي بكل الطرق. يعني مثلا الفترة اللي فاتت كانت فيه عضوة معايا في المنظمة بنتها متعرضة للعنف الرقمي، لكن للأسف شديد إن ما فيش مثلا ما تقدرش تعرضي الموضوع هذا. طبعا المجتمع يحكمك إنك أنت ما تقدرش تعرضي الموضوع هذا بصورة، يعني معانا هي المظلومة، لكن المجتمع يحولها بصورة أخرى إلى ظالمة، عرفتي لما تعرض للعنف هذا. فحاولنا إن احنا نساعدوها بكل الطرق، فللأسف إن نحن ما لقيناش مكانات نقدر نلجؤوا لها إن هي تساعد البنت هذه. البنت هذه طفلة متعرضة للعنف الرقمي بشكل أو بآخر، هي البنية صغيرة وغلطت يعني، بس ما لقتش من يحتويها للأسف. وتعرضنا نين انحلت القضية بشكل عرفي، والطريقة اللي انحلت بها حتى مش طريقة حلوة، يعني عن طريق إنهم جابوا الشاب هذا ومثلا تعرض للعنف، حتى هو باش خذوا منه صور البنت وباش والتهديد باش قدر، لكن ما فيش حاجة مثلا قانونية تحل المشكلة هذه. مكان مثلا كيف ما تقولي يستر على الموضوع كواجهة اجتماعية، مثلا ما يبانش ان البنت هذه كيف ما تقولي احنا المجتمع بتاعنا متحكم فيها، يعني الوحدة حتى ما تقدرش، حتى وهي بريئة ما تقدرش تشكي، يعني تجد محاطة بالسرية التامة انها تساعد الحالات هذينا. جهة تبع الدولة قانونية يتفعل قوانين يساعد البنات هذين، لأن مرات غلطة بسيطة تحول عن طريق التهديد إلى أخطاء كبيرة. نحولوا البنية هذه من مجني عليها إلى بعدين جاني، يعني حاجة خطيرة في المجتمع تبعي. يعني كيف ما تقولي لما الوحدة تعرض للتهديد، في بنياتي خاصة يعني التهديد هذا يأثر فيهن، عرفتي ما تقدرش تحكي، ما عندهاش من تشكي، ما فيش حد ياخذ حقه، فتنساق للتهديد هذا، ديري ندير تعالي تجي. بعد فترة تلقي البنت هذه متحولة من طفلة بريئة مجني عليها إلى شخصية أخرى في المجتمع مرفوضة. لذلك هذا موضوع مهم يجب التركيز عليه، يجب الاهتمام به من الدولة، من المدارس، من وزراء المدارس. أنا أركز لك على المدارس، ليش؟ لأني أنا أصلاً معلمة وفي المدارس، ونشوف الطالبات كيف يتعرضن للحاجة هذين. يعني بالنسبة للعنف اللي تعرضن له النساء الكبار، وأنا طبعاً منهن، المرأة الراشدة اللي سياسية ولا الناجحة ولا سيدة الأعمال تعرف هي كيف تخلص نفسها، لكن الفئة هذه ما تعرفش كيف تخلص نفسها. هنا الشيء هذا لمسته لمس، يعني سواء كان من مدرسة ثانوية أو إعدادية، أو أن من واقع أني أنا رئيس المنظمة ونساعد في السيدات. فيه أكثر حزن في الموضوع هذا، لأنه موضوع مهم ويأثر في المجتمع. النشأ هذا هو أهم شيء في المجتمع، هذا رأيي الشخصي، عن طريق خاطي التوعية. التوعية ريتي للأسف الجزء، الفئة اللي مفروض توعى نحن ما نقدرش نطبقوا فيها، اللي محتاجين للتوعية. التوعية ما يجانش يحضر مثلا اجتماع زي هذا، ما يجانش، فالتوعية لازم توصلها لعندها، مش لازم هنها يجانها. فبالتالي لازم يديروا مثلا منظمة المجتمع المدني يركزن ان هن التوعية توصلها مش هن اللي جانها. إن نحن مشكلة المجتمع المدني، أنا اشتغلت في المجال هذا، يستهدف اللي يقدر يجيك، واللي محتاج المساعدة في الحقيقة اللي ما يقدرش يجي. يعني كيف ما تقولي أنت دعيتيني أنا قدرت اليوم نجيك، أنا يعني مفروض أني أنا مثلا أنا جيتك معناها أنا واخذة جزء من استقلاليتي،
لكن في نساء معنفات ما يقدرونش يوصلوا للحل. هن هذين اللي مفروض نحن نوعوهم، فهمتي؟ وهذه اللي انا الشغل الحقيقي اللي نشتغل فيه منظمتي، عرفتي؟ احيانا نحن منظمتي انا ما تطلعش للاعلام، يعني ما فيش اعلام علينا واجد، لكن في شغل حقيقي في المنظمه ديما نستهدفه في الطبقه اللي ما تقدرش تجي نحن نوصلوا لها. هي هذوما اللي محتاجين توعيه حقيقيه. هذا رايي الشخصي.